مشاهدينا، برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت، وفعلا يعني تفاعلكم معانا هو أكثر شيء بيسعدنا، لأن احنا بنحس إن فعلا احنا بيت منكم. كان دلوقتي فعلا أنا يمكن الخلاف اللي حصل بيني وبين أتسابونا على الهوا، لأن أنا دايما ماشية بمبدأ نوفر رصين في الحلال، لكن أتسابونا دايما آراءه صائبة ودايما قراراته اللي هي القرارات اللي هي من الآخر. انا ممكن اكون عاطفيه شويه في انفعالاتي، يعني قلت حضرتك توفاها رصين في الحلال واحنا بقى نشيل المشاكل بعد الحلال. ما يمكن عشان انا الاول فانتوا الاخر، فانا ما بعرفش ده الاخر خالص. يعني اللي زي حضرتك بيوفى رصين في الحلال واحنا نيجي في المشكله، احنا نشيل بقى احنا، وقولوا لنا بقى شوفوا الكنيسه، شوفوا الكنيسه قد ايه بقى قاسيه، ازاي يعيشوا مع بعض يعني بقى هو في الحاله ده. ما هو حضرتك اللي اخترتي غلط يعني. انا حضرتك اخترت صح يا ابونا. اوكي شكرا. انا طبعا مع احترامي لكل المشاكل بجد، لكن هو بس الخلاف احنا اول مره انا وابونا نختلف على الهواء، لكن هو ما كانش خلاف، هو كان خلاف ودي يعني. هو لان انا اب كمان، فانا بحط نفسي مكان ان دي بنتي. طب بما ان احنا وقتنا بالفعل خلص، هاخد من قدسك اجابه سريعه على فتره الولد اللي هو 5 سنين. أوكي. وهي اكثر تاثيرا في الطفل، اللي انا بكون في الوقت ده بسيبه الحضانه، بسيبه الجده، بسيبه لحد تاني غيري، برغم الوقت ده هو اكثر تاثيرا في نفسيه الولد. انت فتحتي قضيه مهمه جدا، فمش هينفع هاخد من قدسك حتى لو باختصار، وهنكمل الحلقه دي لان واضح ان الحلقه الناس محتاجه لها جدا، ومفيش اهم من اولادنا ان احنا نهتم بيهم. بالظبط كده. خطوره المرحله بقى بتاعت من 2 لـ 5 بقى هي ايه؟ 3 حاجات مهمة. دي المرحلة اللي أنا بربي فيها وحدي قبل ما يروح المدرسة بقى، ويبقى في عنصر تاني مهم. حتى علماء النفس بيقولوا وقت موضوع المدرسة ده إنها دي بداية الأزمة العالية، إنه خرج من البيت للمدرسة. فإذا لو أنا ما هيأتش الطفل في المرحلة دي إنه يكون عنده شخصية قادرة على التفاعل الاجتماعي، انا بقى عندي مشكله. نمره 1. نمره 2، الطفل في المرحله دي يقعد يجرب اساليب بدايه العلاقه بينه وبين الاخرين، عشان كده احيانا في المرحله دي نلاقيه مره يعند، وبعدين نلاقي مره تانية نلاقيه ياخد اتجاه تاني. المرحله دي بقى يقعد يجرب، وبتبتدي شخصيته تبان اساسيتها ايه. نقول حتى احنا نقول لا فلان ده طيب، ده لطيف، الكلام ده انا رد فعلي كان ايه وتعاملت معاه ازاي؟ هل انا كل حاجة بيقولها عليها هو انا بتعامل معاه بعنف؟ تطلع لي شخصية خانعة ضعيفة ساكنة. سبته يعمل اللي هو عايزه، تطلع شخصية بدون حدود بدون قيود. تفاعلاتي معاه شكلها ايه؟ عشان كده المرحلة دي مرحلة مهمة جدا جدا، فانا بستاذنك اننا نبدا بيها الحلقه اللي مش هي اللي جايه، مش اللي جايه ولا اللي بعدها، ولا اللي بعدها لا، عشان اللي بعدها الفضفضه اللي جايه هيكون معانا نوعيتكم، هيكون معانا ضيف مميز. وان كنت بعتذر لحضراتكم عن وجود وزير الشباب، وده المفروض كنت ابدا بيه، ولكن الحزن والتعزيه اللي غلبتنا فعلا هي خلتني اجلت ده لاخر الحلقه. كان المفروض فعلا هيكون معانا النهارده المهندس وزير الشباب، ولكن نظر الظروف خارج عن ارادتنا، هو كمان خارج مصر، لكن ان شاء الله هيكون معانا، وهيكون معانا قريب جدا. كمان بنوه عن الفائزين بجائزه البرنامج، وهم اكثر 3 اقتراحات هيتم العمل بيهم ان شاء الله باذن الله من اول السنه الجديده، هيكونوا معانا في حلقه الفضفضه باذن الله اللي هي الحلقه اللي بعد الجايه ان شاء الله. كمان خليكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك برضو في كل الاوقات، اقتراحاتكم، اسئلتكم، كل اللي بيخصكم احنا بنهتم بكل تفصيله بتبعتوها على صفحه برنامج البيت ميست. دي صفحتنا على فيسبوك. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكرك أتسابونا، بشكر أتسابونا شنوده خبير لغه الاشاره، واللي دايما بيوصل صوتنا لاخواتنا الصم والبوك. وكمان بشكر حضراتكم على متابعتكم وعلى تواصلكم معانا من اسكندريه لاسوان، وهو دي بيوتنا وهو ده بيتنا اللي هيفضل منكم دايما، ويخليكم دايما معانا. انتظرونا الحلقه الجايه، هتكون حلقه مميزه جدا، وان شاء الله اشوفكم على خير يوم السبت.
بيه.